زوج يحرق زوجته وبنية تنتحر. هواية العالم حجت بهذا الموضوع بين مؤيد وبين معارض، وكعالم قالت البنية انتحرت، وكعالم قالوا زوجها حرقها. بس قبل ما نكمل القصة أتمنى تخلينا لايك وتشترك بالقناة وتفعل الجرس، وخلنا نوصل هالحلقة أكثر من 40,000 لايك لأن تستاهل. طبعا كنا بالعراق شفنا قصة البنية ملاك اللي محترقة واللي متزوجة شخص ابن ضلع كبير بالدولة، وهذا الشخص اللي هواية فيديوهات شفت وهواية منشورات شفت ان هذا الشخص هو اللي حارق زوجته، وشفت منشورات ثانية البنية هي حارقة نفسها. وطلعت ام البنية وقالت بالقلم العريض، قالت زوجها اللي حارقها. وطلعت ام الولد وقالت البنية هي احترقت. واحنا ما نعرف شنو السبب، وهذا الشيء عند الله سبحانه وتعالى. بس نجي ونبسط الموضوع ونشوف من الصح ومن الغلط. انا هسه كرجال واجي اخطب البنية بتعالم وناس واهلها ينطوني اياها ويقدروني، ورغم اني ما عندي شهادة ومثلا مو موظف، وينطوني محبة بسمعة ابوي ومحبة يعني بسمعة اهلي، واهلي عندهم خير من الله. هاي البنية من راح اتزوجها وتعيش وياي بالبيت، انا راح اخليها بعيوني، وراح اعاملها مثل ما اعامل خواتي، وراح اعاملها مثل ما اعامل اهلي ومثل ما اعامل نفسي، لان هاي البنية عافت اهلها وجت عدي بالبيت، وهاي البنية امانة، امانة وبرقبتي انا كرجال، ومفروض احافظ عليها. والبنية دائما تكون فقيرة وتكون بسيطة وتكون لا حول ولا قوة، والبنية من تجي عند عيالها تكون يعني بيت لهم، هم يكونون اهلها بعد اهلها الاولانيين. ونجي الموضوع الثاني، الموضوع الثاني هواية عالم داولت وقالوا البنية هي اللي حارق نفسها. احنا ما شايفين بعيوننا، واحنا يعني شفنا ابوها يقول شكل، وابو الولد شكل، ام البنية شكل، وام الولد شكل، تاهت علينا الحسبة. بس احنا ما ننسى الله سبحانه وتعالى موجود، والله هو اللي شاف، والله سبحانه وتعالى هو اللي يدري، والله يعلم ما في القلوب، والله قادر على كل شيء. هاي واحدة. بس انا عتبي على بعض العالم اللي لا يهم الموضوع ولا لها دخل بالموضوع، وجاي السب وتغلط وتشير وتتجاوز. لا حبيبي، الله موجود واهلها موجودين واهل الولد موجودين وقانون موجود ودولة موجودة. احنا كبشر واحنا كنا خطائين، وهذا الشيء فعلا اللي يصير. فاتمنى من كل انسان بدل ما يشير وبدل ما يغلط وبدل ما يتجاوز يدعي للبنية دعوة من قلبه ان يشافيها ويطيبها، لان هاي البنية عراقية، ومن تصير عراقية يعني اختك واختي واخت كل انسان. فمن هذا المكان يا ربي يشافيها ويطيبها ويطول عمرها، ويا ربي يكشف الحق لهاي البنية وينصرها، لان والله العظيم دائما الفقير لا حول ولا قوة. اتمنى الرسالة وصلت، واتمنى افتهمتوا من الكلام اللي حكيته، ولا تنسون تشتركون بالقناة وفعلون الجرس، واحبكم.